كنت بصفحة على الفيسبوك وشفت تقرير للجيش الإسرائيلي إنه عمل نقل الجند من غير سائق تحكم لا سلكي. فالفكرة عجبتني وقلت بدنا نشوف نحاول نعملها ونطورها، واشتغلت عليها 4-5 شهور، مرة تزبط ما تزبطش، حاولت أكثر من مرة. في آخر شيء وصلت لي فكرة إنه يعني تقريبا 70% فكرتي نجحت 100%، فاعتمدتها وصرت أمشي على يعني على خارطة معينة والأمور صارت معي تمام. بلس قناة فلسطين الرقمية.